تطوير المناهج التعليمية، وده يمكن تحدي يعني الدولة والحكومة هجمت بيه، ان احنا لما دخلنا وبنغير المنهج التعليمي لأولادنا، وبالذات حضراتكم اكيد كنا متابعين حجم الجدل والنقاش اللي تم على موضوع الثانوية العامة وثانوي لما بدأنا نغير المنظومة بالكامل، واحنا في نفس الوقت ده بنغير من اول الحضانة لأولى وتانية وتالتة ابتدائي، وماشيين ان احنا نطور مناهج جديدة تماما لأطفالنا من اول ما بيبدأوا يدخلوا المدارس. امتحانات الثانوية العامة، والحمد لله احنا كدولة يمكن من الدول القلائل اللي نجحت انها تعمل امتحان الثانوية العامة في ظل تحدي رهيب اللي هو الخاص بفيروس كورونا، وحضراتكم الحمد لله مع التخطيط السليم قدرنا ان احنا نعدي هذه القضية اللي يعني بتهم 581 الف اسرة، كان لديهم 581 الف طالب في الثانوية العامة، قدرنا ان احنا ننجح في نحل بيهم موضوع، نخرج من موضوع كورونا، وعندنا الرؤية ان احنا هذا العام كان هو اخر عام بشكل امتحان الثانوية العامة التقليدية، وان اعتبارا ان شاء الله من السنة القادمة هيكون هناك شكل جديد لهذا الامتحان، هدفه كله ان احنا ننهي الفزع والرعب اللي موجود على لدينا كثقافة في الاسر المصرية، ان امتحان الثانوية العامة ده حياة او موت، وان ده اللي بناء عليه بيبقى مصير ابننا بيتقرر ومستقبله ايه، وازاي ان احنا نخرج من هذه الدوامة بشكل جديد اخر في هذا الموضوع. ده يمكن من غير التفاصيل، ومعالي وزير التربية والتعليم هيشرحها بعد كده، ازاي قدرنا ان احنا نعمل مكتبة رقمية، ازاي ان احنا وفرنا فعلا عدد كبير من القواميس والمعاجم على الكترونيا، القنوات التعليمية، المنصة اللي اطلقت لكل طلبة في سنوات النقل علشان ان هم يقدروا يدخلوا من خلالها ويقدموا الابحاث بتاعتهم في نهاية العام الدراسي اللي مضى، وايضا ان هو تبقى هي دي اللي بعد كده هنقدر ان احنا نعمل من خلالها الامتحانات الالكترونية. وده اللي مكننا الحمد لله ان ولادنا في التعليم الثانوي والتعليم ايضا الفني قدرنا بعد كده ان الحمد لله ان احنا نقدر ان احنا ننفذ امتحان الثانويه العامه في ظل التحديات الخاصه بفيروس كورونا. ويمكن اهم جزء، ويمكن النهارده بالرغم تاني انا بقولها، لما بنقتحم حاجه جديده ونحط مبدا جديد ونرسي مبدا جديد يمكن الاسر المصريه ما بتبقاش متعوده عليه، وحصل عليه لغط شديد وعمليه نقد، وكان موضوع التابلت وازاي ان احنا نبدا ان احنا اولادنا من اولى ثانوي وثانيه ثانوي نبدا نخلي التعليم كله من خلال التابلت. النهارده هو التابلت ده اللي يمكن خلاهم الحمد لله في اطار جائحه كورونا ان هم يبقوا هم اكتر يمكن سنتين دراستيين كانوا قادرين ان هم يتواكبوا مع الازمه ويحصل يخلصوا المنهج التعليمي بتاعهم ويمتحنوا من خلال امتحانات الكترونيه. وده اللي يمكن احنا النهارده باذن الله هنتوسع فيه على مستوى كل السنوات الدراسية. السنة الجاية طبعاً الثانوية العامة هتبقى بنفس الطريقة، ولكن عندنا أيضاً رؤية أن الكل حتى السنوات الأخرى من أول أولى ابتدائي لما بعد ذلك يبقى عندنا رؤية إزاي أن إحنا فعلاً نؤهل ولادنا أن يبقى بالتعليم الحديث والتحول الرقمي. دي نماذج طبعاً من المشروعات اللي قامت الدولة بتنفيذها، سواء مدارس النيل، المدارس اليابانية اللي النهاردة بقت فعلاً ولادنا بيحصلوا فيها على أفضل مستوى من التعليم. المدارس المتفوقين والحقيقة منتشرة في كل حتة في مصر، سرس الليان في المنوفية، المدارس في القاهرة، الموضوع التابلت اللي زي ما بقول لحضراتكم إن إحنا الحمد لله النهاردة بقى عندنا ولادنا في إيديهم 1.4 من مليون من ولادنا في ايديهم الجهاز ده، وبقوا النهارده قادرين ان هم يتعاملوا بيه. في مجال التعليم العالي، ويمكن احنا في خلال هذه الفتره نفذنا وبننفذ اكتر من 45 مشروع عينينا فيهم ان احنا ازاي نطور من منظومه التعليم العالي.